المصممة سالي أبو نيل ضيفت فقرتنا التالية ومجموعة من تصاميمها. سالي صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. واضح أنك مصممة وجريئة كمان بالألوان، أهلا وسهلا فيكي صباح الخير. يعني سالي، يمكن كنا بحديث عن الموضة وعن التغييرات، ويمكن اليوم القطعة اللي بنشوفها هي تجربة بتعيشيها أو قصة بدك تحكيها أو حتى شعور، فخلينا نبلش بقطعك ونحكي رسالة كل قطعة موجودة قدامنا. صباح الورد أول إشي. هلا هدول التصاميم انا بشتغلهم وفصتين، يعني فروم سكراتش. انا اصلا بيرسونال ديزاينر. تجيني انت مثلا جعبالك درس معين لمناسبه معينه، بعمل لك اياه، حتى الشك اللي عليه بنرسمه وبنشكه برا الاردن. بعمل تصاميم معينه لي بعيده شوي عن السوق، يعني مثلا زي هذا الدرس، درس حجاب غريب عن الأشياء اللي موجودة بألوانه بشكله هو مش شرط صراحة حجاب، لأنه كثير فخم يعني، حتى لو مش حجاب، بس إنه لو كان حجاب حلو غريب مش زي الأشياء اللي صحيح. سالي، بلشتي مشروعك أول إشي بتصاميم للأطفال مظبوط، بعدين انتقلتي للكبار، احكينا عن هاي التجربة. تجربة الأطفال إشي يعني حياة تانية، يعني عالم بريء كتير وبجنن وحببني كتير بهذا الشغل. بعديها انتقلت للكبار وصرنا فصلتين أعراس وخطاب وجاهات، بس الأطفال ما في إشي زي فرحتهم لما تلبس الدرس وتكون واقفة وتلف فيه، وخصوصا إذا كانت الأم لابسة كمان نفس الدرس بالضبط، بيكون عندهم شعور هيك بطريقة مو طبيعية. طيب خلينا نحكي عن الستاند. هون في عنا قطع مختلفة وألوان مختلفة، خلينا نحكي عن كل قطعة. يعني في عندك هاي القطعة، هاي درس هيك سمبل، نعم، لمناسبة مش ضروري كثير تكون خاصة فيكي، يعني صحيح، أو سهرة بالضبط. في هيك زي هيك، هذا جمب سوت لجاهة حلو عروس مثلا. طيب هاي التفاصيل كلها بالإيد، كلها كل هذا شغل يدوي. بتلاقي يعني صعوبة اليوم لتطلعي بفكرة الشك أو رسمة الشك، لأنه كمان هاي يعني بتحسيها هندسة صعبة. هي مش سهلة أبدا. صح. مش صعبة لأنه كله بينرسم وكله بينبعت لناس مختصة بهذا الإشي، وهم اللي بشكوا لي وبعتوا لي. نعم، خلينا نشوف الفستان الأزرق. نعم، شايفين التفاصيل، يعني اللي بشوف على الواقع والإشي اللمعة، لمعة الحجر كتير جميلة، ويمكن الواقع كمان بلمع أكثر. أنا بحب صراحة هاي اللمعة بفساتين المناسبات. خلينا نشوف الفستان اللي بعده. أنا بحب خلط الألوان شوي. تمام، يعني إذا بتنتبهي أنا حاطة مثلا هون الذهبي مع السيلفر والأبيض، حتى بالقماش حاطة فيه لون أخضر فاتح شوي، ما بعرف إذا مبين. لا أنا هلأ شايفة هيك التموجات باللون. اللون شو السر سالي، ليه بتستخدمي هاي التموجات؟ بحس بتعطي إشي هيك غريب للدرس، ما مش إشي عادي مش أو تحلك يعني أو تقليدي طبعا، أو عينك شايفته قبل هيك، فهمت علي؟ حلو، نشوف القطعة الأخيرة اللي موجودة. هاي القطعة هي like mother like daughter، زي فستان البنت. حلو كتير. شايفين هو مش يعني مش نسخة طبق الأصل عن فستان البنوتة أو الأم، مش فستانة زي البنت، بس التفاصيل مشتركة. يعني إذا بنقدر ناخذ الفستان الصغير والفستان الكبير بنلاقي إنهم ملبقين على بعض ومع بعض. سالي، شو موضوع السنة؟ شو حسيتي إنه أو شو حسيتي شو اختلفت عن السنوات السابقة كمان؟ السنة في الألوان الجريئة كتير، يعني موضة الفوشيا، الأورنج، البيربل زي ما أنت لابسة، الأخضر النيون كتير. الأورنج اللي أنت لابستيه كمان. طب أنا لفت انتباهي بهاي القطعة الشغل اللي موجود عليها. الشغل كتير يعني كتير ومش سهل. هذا كمان كله مشغول بالإيد. كله بالإيد، كله حتى تركيبه. قديه بياخد وقت؟ شوفي، موضوع الوقت بشغلي أنا ما بقدر أحكي لك إنه بياخد كتير وقت، لأنه أنا حدا عملي، ما بحب أطول عليك أنت ككستمر عندي تيجي تقولي لي مثلا الحفلة الأسبوع الجاي، ما بقدر أكسفك أو أقول لك لا، عندي استعداد أطلعه بأسبوع. طب شو التحديات اللي بمرق فيها مصمم الأزياء اليوم؟ حلو السؤال. تحديات كثيره صراحه، انك تطلعي الفينيشينج مرتب، تطلعي الالوان متناسقه، تطلعي الشغل حلو، الزبونه تكون مبسوطه. يعني بهمني انت تطلعي من عندي تكوني عن جد
عندك كثير هيك ثقه في حالك للدرس اللي انت لابستيه. سالي تعرفي يعني بمجالكم اليوم في جزء نفسي كمان، يعني انت بتقعدي مع الكلاينت اللي بيجي لعندك اللي بدك تعملي القطعه، بتدرسي الشخصيه ردود الافعال عشان تطلعي بالفكر اللي هو بده اياه، لانه حتى القطع اللي بنلبسها هي انعكاس لنا من الداخل والخارج، فهذا الموضوع كمان مش سهل، يعني بتحسي انه بدخل فيه جانب نفسي. قد ايه بترضي الزبون اذا كانت القطعه مش عاجبتك 100%؟ يعني احيانا احنا بنقول لك هاي الصوره بدنا اياها نفسها. بالضبط. شوفي انا بقعد دائما مع الزبونه من بدايه قعدتي معاها، اول سؤال بسالها اياه انت شو حابه، انت شو اللي بنفسك. بنصحها وبفرجيها فابريكس، بفرجيها الالوان، بفرجيها وبقول لها شو الاشياء اللي بتلبق لها واللي ما بتلبق لها، بس ما بغصبها. بالنهايه بخليها تجرب وبعطيها اللي بدها اياه، بس بعطيه التتش تبعتي اللي انا بترضيني للدرس اللي بده يطلع. نعم. اسمي سهوله انك تلاقي القماش اللي بريحك وقت الخياطه اللي بيطلع، لانه في صراحه يعني مشكله بموضوع القماش، لانه اذا ما كانت القماشه مريحه كانت بترجع لك كثير، كان كذا، ما بتحسي حالك مبسوطه ومرتاحه. صح. يعني قد ايه بتلاقي انه في صعوبه او سهوله؟ هلا شوفي، زمان كان في شوي صعوبه، هلا سوق الاردن عن جد عم بيوفروا لنا كثير اقمشه مرتبه ومنيحه وحتى اسعارها لطيفه. في قماشة بتنصح وقماشة بتنحف ولا لا؟ في هذا المفهوم موجود حقيقي؟ موجود طبعا. حلو هاي المعلومه. هلا الستات بكيف يعني وفي قمايش بتجعلك، في قمايش بتعطي هيك شكل جسمك، في قصات معينه طبعا بتخفي العيوب او بتظهر جماليه التفاصيل. صحيح. طب قد ايه مواقع التواصل الاجتماعي اليوم سهلت عليكم الوصول للناس اللي عن جد بحبوا القطع الفريده؟ يعني لولا السوشيال ميديا مش الشغل ما بيوصل اصلا للناس، لانه قد ما تكوني عندك اماكن تعرضي فيها او صور، بس السوشيال ميديا هي اللي بتوصل للزبون، انه بتجذبه يجي، الشكل، الفيديو، الصوره، الالوان هي اللي بتخلي الناس تيجي. طب صالي نرجع شوي لموضوع الالوان. اليوم احنا لما بنشوف مثلا انه في لون ترند بنركض كلنا عليه. مظبوط. لون شعرنا ما بزبط عليه، لون بشرتنا ما بزبط عليه، قد ايه بتلاقي سهوله انه تقول لك اه صح وجهه نظرك صحيحه ورح نغير للون اللي بيناسبني اكثر؟ بقتنعه لانه متوفر عندي بالمحل اكثر من نوع قماش واكثر من لون، ببين على يعني بفرجيها على المراية انه هاي عن جد اللون بلبق لها ولا لا، وبعطي مجال واوبشن عندي في المحل انه انها بتقدر مثلا تجرب، اذا ما عجبتها نغير. نعم. يعني صراحة هو عالم، ويمكن جميل الواحد بنصح حاله وبتطلع القطعة وبنبسط وبحس بالإنجاز لما بيلاقي القطعة صارت بين إيديه جاهزة وراضي كمان الزبون. نشكرك سالي أبو النيل، يعني أبو النيل عفوا، إن شاء الله يا رب هيك بنشوفك مشاركة بمعارض دولية وعالمية. كل التوفيق لك وشكرا لك. شكرا.